ومن ضمن الحاجات اللي هتحصل عشان تلاقوها بنتكلم فيها، وانا لسه قايل لحضراتكم ان في ناس او بعض من لا يشجع النادي الاهلي عايز ينتقد وخلاص، ويقول لك ازاي ما فيش ولا لاعب في قائمة الهدافين الخاصة بجدول الدوري؟ ازاي يا جماعة النادي الاهلي يعني؟ وكأنها كارثة كروية. لو بالاهداف روح شوف جدول الدوري كده تاني، هتلاقي ان النادي الاهلي اقل فريق خاض مباريات الدوري، يعني اقل باربع ماتشات كاملة، ومع ذلك النادي الاهلي هو اقوى خط هجوم ما شاء الله، يعني 48 هدف. اما اعتقد البيراميدز الثاني وهو 42 هدف على ما اتذكر. الاهلي هو اللي بيقدم كره حديثه وحرفيه، او 45 كمان بعد الجونين ثلاثه اللي جابهم النهارده. الاهلي هو الافضل، افضل فريق بيقدم كره جماعيه، لا نعتمد على النجم الاوحد. كم لاعب؟ شوف احسب النادي الاهلي لعب فيه كام لعيب هذا الموسم، هتلاقي كل الفريق لعب، وفي أوقات حاسمة وصعبة بتجد اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش. عشان كده صعب الحقيقة إنك تلاقي فريق بحجم النادي الأهلي، وصعب إن أنت تحجم النادي الأهلي، مش هتكون عارف مين اللي هيسجل. ممكن من ناحية اليمين تلاقي حسين الشحات أو رضا سليم أو طاهر أو أحمد عبد القادر الناحية التانية، أو بيرسي تاو لما يرجع بالسلامة، أو كهربا أو وسام أو مودست قبل ما يمشي دلوقتي، وممكن تلاقي عمرو السوليه جاي من ورا، ممكن تلاقي اكرم توفيق بيشوط له شوطه، امام عاشور يحط بدماغه ولا برجله، وتلاقي كل اللعيبه، كل اللعيبه، كل المراكز بتركز في بتسجل في النادي الاهلي. طب محمد عبد المنعم، ايه رايكم في محمد عبد المنعم امبارح في الجون اللي جابه؟ يعني جون او هدف من احلى الاهداف. مره هتلاقي ياسر ابراهيم بدماغه، مره تلاقي اكرم، مره تلاقي حسين، هتلاقي كل اللاعبين زي ما قلت لحضراتكم، كل اللعيبه هتلاقيهم. يا جماعه، يا جماعه الخير، حتى مودست اللي عقده انتهى ما كان بيسجل قبل ما يمشي. بعيدا عن اني عارف ان جماهير النادي الاهلي عليها بعض التحفظات طبعا على اداء مودست، ولكن عايز اقول هو يا جماعه النادي الاهلي هو كلمه السر. هو الجون بتاع، بص بص الجون ده، ايه رايك في الجون ده؟ هل ده محتاج هداف؟ ده محتاج محمد عبد المنعم، هو محمد عبد المنعم بس اللي يعرف يجيب الهدف ده. لكن حضراتكم دائما كلمة السر في انتصارات النادي الأهلي وفي سعادة وأفراح كل اللاعبين. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم المساندة والدعم خلال هذه الفترة هي الأهم. المساندة والدعم خلال هذه الفترة أهم ما نملكه ونقدر نديه للاعيبة النادي الأهلي.